اهتزه ويا ارض اهتزه اهتزه اعلناها سامر النشمة بسماها احنا معاكم على طول ويا ارض اهتزه اهتزه الحريه للي حمل البندقية ما خلقنا نعيش بظلم وبدنا نعيش بحرية الى هنا وتغطية هذه الفعالية. شكرا لكم جميعا ويعطيكم العافية. المحتل الإسرائيلي بحق أسرانا وبحق أسيراتنا في سجون الاحتلال وطموحاتهم، وسيكون هناك مؤازرة شاملة وواسعة من قبل أبناء شعبنا. إن الأسيرين سامر العيساوي ومنذر صنوبر يخوضان إضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم العاشر، وهم متسلحين بسلاح الإصرار على الاستجابة لمطالبهم والتي تعبر عن مطالب الحركة الأسيرة العادلة. إن اتحاد لجان العمل النسائي ينظر بخطورة بالغة للوضع داخل معتقلات الاحتلال التي تزداد سوءا باشتداد الحملة المسعورة على الأسرى للنيل من صمودهم وإصرارهم على تحقيق مطالبهم العادلة ورفض الممارسات التعسفية وحقهم في الحياة الكريمة وفق ما نصت عليه كافة الأعراف والمواثيق الدولية واتفاقية جنيف الثالثة والرابعة. إن المؤسسات الحقوقية والإنسانية مطالبة بالضغط على حكومة الاحتلال ومصلحة السجون لأن تنصاع لتطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأسرى، حيث تصر على ضرب كافة الاتفاقيات وعدم الاعتراف بها، وتنتهك بشكل دائم ومستمر حقوق الإنسان من خلال ممارسة سياسة الاعتقال الإداري التعسفي وفرض الأحكام العسكرية العالية بحق أسرانا وحرمان المئات من الأسرى من الزيارة وعدم تحقيق أو تقديم العلاج المناسب للأسرى المرضى وفرض سياسة العزل الانفرادي والحرمان من أبسط حقوق الحياة واستمرار إجراءات التعسفية بحق الأسيرات واعتقال الأسرى القُصّر. إن اتحاد لجان العمل النسائي وانطلاقاً من موقعه الكفاحي والنضالي يؤكد أولاً دعوة الأطر النسوية وجماهير شعبنا لأوسع حركة جماهيرية داعمة لنضالات الأسرى المضربين عن الطعام. ثانياً التمسك الوطني بالقضايا المطلبية للحركة الأسيرة التي يخوض الأسيرين البطلين سامر العيساوي عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية ومنذر صنوبر القيادي البارز بالجبهة من أجلها الإضراب والمتمثلة. واحد، نقل الأسيرات البطلات إلى سجون قريبة من المحاكم العسكرية، السماح للأسرى المرضى بالعلاج خارج مستشفيات السجون وتقديم العلاج اللازم لهم للحفاظ على حياتهم. ثلاثة، إزالة كل العراقيل التي تحول دون زيارة أهالي الأسرى لأبنائهم في السجون دون شرط أو قيد. ثالثا، دعوة المؤسسات الحقوقية والقانونية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان العربية منها والدولية للضغط على حكومة الاحتلال ومصلحة السجون للاستجابة لهذه المطالب. ندعو الأمم المتحدة التي نقف أمام مقرها اليوم بغزة لمطالبتها بالعمل الجاد والصارم لوقف انتهاكات الاحتلال بحق أسرانا والمخالف لكل المواثيق والأعراف الدولية الصادرة عن مؤسسات الأمم المتحدة وعدم الصمت والانحياز لها، لأن من شأنه تشجيع إسرائيل على المضي قدما في انتهاكات مبادئ وحقوق الإنسان الفلسطيني بشكل عام والأسرى بشكل خاص. نعبر عن استنكارنا الواسع لما أقدمت عليه مصلحة السجون بتقييد الأسيرات داخل السجون في خطوة تشكل انتهاك صارخ للقيم والأعراف الإنسانية والأخلاقية والقانونية.